اهلا مشاهدينا. عقد ممثلو النقابات والجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان مؤتمرا صحفيا اعلنوا من خلاله رفضهم الهجمات الظالمه على مقرات قوات البشمركة والمطارات والمؤسسات الرسميه لاقليم كردستان من قبل فصائل مسلحه غير شرعيه، داعين الحكومه الاتحاديه الى ان تتحمل مسؤولياتها العسكريه والدستوريه والتصدي للعناصر المنفلته والخارجة عن القانون، مجددين في الوقت ذاته مطالبة بغداد بضرورة صرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم وعزل الملفات الإنسانية عن الخلافات السياسية. نحن ممثلو الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق اجتمعنا في مقر اتحاد معلمي كردستان لكي نعلن بصراحة وندين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها الإقليم تحت ذرائع مختلفة، وإلى أن وصلت إلى درجة الاعتداء المسلح عن طريق الطائرات المسيرة وعن طريق الصواريخ وعن طرق أخرى التي جميعنا نعلم بها. إننا ندينها بشدة، و في نفس الوقت ندين جميع السياسات الأخرى التي تمارس ضد إقليم كردستان العراق، سواء كان بعدم إرسال المستحقات المالية وعدم تنفيذ قانون الموازنة، وكذلك عدم إرسال رواتب موظفي ومعلمي الإقليم التي في تعتبر قطعا لأرزاق هؤلاء الناس. نحن هنا نتساءل لما هذه السياسات؟ إن كنا جزءا من العراق ومواطنون عراقيون ومواطنين عراقيين، فعلى الحكومة العراقية الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية والسياسية والاجتماعية مقابل إقليم كردستان وسكان إقليم كردستان.